معنا أحد فريق متطوعي أو أحد الأشخاص من مدينة سرت. مرحبا بك أخي الكريم. السلام عليكم، مساء الخير. يسعد مساك. حدثنا عن آخر التطورات وآخر ما يجري في سرت. حصيلة المجار اليوم. مدينة سرت تتعرض لقصف شديد جدا 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 من صباح اليوم، من الساعة ما يقارب 9 صباحا وحتى قبل بضع دقائق. القصف لا يرحم، لا يفرق بين مكان عسكري أو مدني. عملاء النتي يقومون بالقصف العشوائي على جميع الأحياء في مدينة سرت. قبل ساعتين في أثناء صلاة العشاء تعرض أحد المساجد داخل المدينة للقصف أثناء الصلاة. 5 استشهدوا وهناك 15 إصابة خطيرة جدا. كذلك هناك ما يقارب 4 أو 5 منازل تعرض القصف بصواريخ الجراد والهاون. واستشهد فيها بعض العائلات والأطفال الذين داخل المنازل. أيضا أحد المزارع أيضا تعرض للقصف من قبل طائران الناتو. هذه ليست عملية تحرير المدينة وليست عملية تحرير الشعب أو كذا، كل هذه تسميات باطلة لا أساس لها مصلحة. نحن نتعرض لإبادة جماعية. يا أخي لا نستطيع أن نتحرك في الشوارع من كثرة القصف العشوائي. هناك مجزرة تقام في مدينة سرت ضد المواطنين ضد المدنيين. مدينة سرت لا زالت ممتلئة بالسكان، هم يعتقدون أنها تحرير، ولكن أؤكد أن مدينة سرت لا زالت هناك العشرات بل الآلاف من المدنيين في كل منزل. كل الأسر الناجحة من المناطق المناطق المجاورة لمدينة سرت دخلت المدينة وهي موجودة داخل المناطق. مستشعب سينا الكهرباء مقطوعة عنه، لا يوجد وقود، لا يوجد ديزل. الحالات بالعشرات داخل المستشفى. تعرض المستشفى البارحة للقصف أدى إلى إحراق الحجمات. تعرف أنهم جاءوا لتحريرنا. طيب، لكن عملاء نيتو يذكرون لبعض القنوات الفضائية أنهم أوقفوا أو أدتهم أوامر بإيقاف القصف على سرت، وهم الآن أوقفوا القصف على المدينة حسب زعمهم هم. أنا لدي، نحن في مدينة سدنية الدليل الكافي، ما يثبت أن القصف لازال مستمر إلى هذه اللحظة على الأحياء السكنية، على المسافة القصف هذا اليوم حتى العشاء. الطبيب الأحمر الدولي كان موجود يوم البارحة وشاهد بأم عينه القصف على المستشفى. وغدا صباحا أؤكد لقناة الرأي أن الفريق سيأتي من جديد، وحسب ما أوردوه لنا أنهم يصدروا لنا الأكسجين من المستشفى وسيشاهدون القصف المتكرر أيضا. والبارحة كان موجود في إحدى المصحات داخل المدينة. هذه المصحة تعرض للقصف بعد أن غادروا المدينة. هذا دليل على أن القصف لن يتوقف، استمر واستهدف كل الأحياء السكنية وكل المناطق المدنية. لا يفرقون بين حلف النجو طلع أقوى منهم. يا أخي حلف النجو يقف تحت مزارع بيوت أيضا، ولكن ليس من الطريقة الهامجية. أنا خسائر بالأطفال لدي مكان نجو فيه سوق شهدائنا. نعم. طيب، عملاء نيتو ذكروا أن الآن المدينة، ذكروا عملاء نيتو أن المدينة الآن شبه خالية من سكانها. الآن حضرتك من سكان مدينة سرت، الناس لا زالوا داخل سرت؟ بكل منزل يوجد على الأقل 5 عائلات بكل منزل. وأكد أن المدينة ليست فارغة. أنا كنت في أحد الأحياء السكنية منذ قليل في مسجد الصفقة. العائلات أكد أن البارحة سقط صاروخ جراد جديدة في هذا المنزل. يوجد هناك نزوح فعلا، ورأينا بعض العائلات خرجت من المدينة، ولكن أؤكد أن هناك لا يزال العشرات بل الآلاف من المئات من المدنيين داخل المدينة. من سكان مدينة سرت تقريبا 150,000 نسمة. ولكن الباقيين لا زالوا صامدون، وليس لديهم قمع البنزين للخروج من المدينة. الخروج من المدينة، ولكن المدينة سرت لا زالت صامدة، العائلات صامدة. أغلب الجرحى والقتلى من المدنيين أطفال ونساء، وسيشاهد الصليب الأحمر غدا بأم عينه في المستشفى أن أغلب شهدانا وأغلب المدنيين في المستشفى هم من الأطفال والنساء والشيوخ. المقاتلين صامدين وخسائرهم ليست كبيرة، بالعكس وجدت القوات الليبية اليوم العشرات من الجثث لعملاء النيل في المحور الشرقي، تركوها وفروا منها. طيب،
فقط آخر فكرة أتمنى تعيدها، لأن الصوت أصبح متقطع بدرجة كبيرة، أكيد هذا بسبب تحليق طائرات التحالف الغربي لقطر الإماراتي. أتمنى منك تعيد فقط آخر فكرة عن جثث عملاء الناتو. أغلب جرحانا وشهدائنا هم من الأطفال والنساء شيوخ. نعم. وسيشاهد الطبيب الأحمر الدولي غدا بمستشفى سينا إن أغلب من موجودين داخل المستشفى هم من المدنيين الذين لا يتعرضون للقصف العشوائي. نعم. وبالنسبة للمجاهدين وقبائل ليبيا ما زالت صامدة وخسائرنا ليست كبيرة، بعكسهم اليوم القوات الليبية وجدت العشرات من الجثث لعملاء الناتو في المحور الشرقي. طيب. شاكر اتصالك أخي الكريم، كنت معي من سرت، شاكر اتصالك، ونعتذر عن رداءة الصوت، هو أكيد بسبب تحليق طائرات التحالف الغربي القطر الإماراتي. الآن ننتقل إلى الملاحمة التي تسطرها القوات الليبية على